أقامت الفنانتان التشكيليتان لويزا عشاب وأمال ميهوب معرضا تشكيليا أشرف عليه الديوان الوطني للثقافة والإعلام الجزائري. شاركتا من خلاله الجمهور لوحات فنية تعددت مواضيعها، لكن طغت عليها مواضيع المرأة اللاجئة والتراث العريق. نتابع. عندما تمتزج الألوان بالإحساس لابد أن يولد الفن التشكيلي. الإحساس إذن منبع هذا الجمال ورسالته. تقول لويزا وهي تعرض لوحاتها بولاية تيبازا غربي العاصمة الجزائرية إنها عاجزة عن شرح فنها التجريدي. تقول إنها فقط متعلقة بهذه اللوحة. العبور كما سمتها تجسد طريق المرأة السورية الشاق بحثا عن حياة أفضل وهربا من آلة القتل والدمار. تأثرت كثيرا بالمرأة لأن المرأة هي التي خاصة المرأة التي تقوم بانتقالها من منطقة إلى أخرى. أين تأثرت كثيرا بالمرأة السورية التي تأثرت بها في الجزائر هنا وهي أراها تركت بلدها تركت العائلة. في الأرجاء مساحة للتراث العريق. أمال التي درست الفنون التشكيلية بباريس تحاول توثيق تراث بلادها والتعريف به في لوحات زيتية. أمال تجسد من خلال لوحات طائر الطاووس تراثا إنسانيا مشتركا. درست في باريس في الجامعة سان دوني في ليستوار دو لار، لاحظت باللي الغربيين يحبوا بزاف الحضارة تاعنا، الحضارة العربية وخاصة الحضارة الجزائرية، وبالرسومات تاعي باللوحات تاعي يعني نحب نعبر لهم ونوري لهم التراث الجزائري. مثل هذه المعارض فرص نادرة للقاء الفنانين، للقاء الجمهور، للاستمتاع بجمال الألوان ومشاركة الأحاسيس. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر.